للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم. سيد مصعب، هدنة منذ فجر اليوم أوقف الاحتلال الصهيوني على إثر القصف على غزة، ما الذي دفع الاحتلال لقبول هذه الهدنة؟ نعم، حياكم الله. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لشعبنا، التحية لأرواح الشهداء الأكرم منا جميعا الذين يقاتلون نيابة عن أمتهم وعن شعبهم وعن قضيتهم وعن حقهم الثابت والمشروع الذي دفع حقيقة يا سيدي الاحتلال أن يوقف عدوانه، هي ضربات المقاومة المتلاحقة والموقف الرجولي والبطولي المستبسل لشعبنا الصامد والصابر في قطاع غزة، الرد الذي كان حاضر في الميدان وحضور المقاومة اللافت وتطورها ووحدتها في الموقف وفي القرار وفي الأداء وفي الإجماع وفي الانسجام الداخلي، هو الذي أجبر هذا العدو أن يوقف عدوانه. ونحن في المقاومة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للعدوان على شعبنا في قطاع غزة قلنا هذه الرسالة وأكدنا عليها، أننا لن نسمح أن يكون العدو يستهدف أطفالنا ويستهدف المنازل الآمنة ويدمرها على رؤوس ساكنيها دون أن يدفع ثمن من حياة ضباط وجنود ومستوطني، وهذا ما حدث بالفعل. وانظروا هناك إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة، وانظروا إلى الرعب الذي تعيشه الشوارع الصهيونية، انظروا إلى حياة الجنود، انظروا إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وحالة الإرباك. هذا هو الذي أوقف هذا على المستوى الميداني، لأننا كنا نقاتل في الجبهة الميدانية، أيضا هناك الجبهة السياسية وجهود بذلتها قيادة المقاومة مع وساطة الشقيقة مصر، أثمرت هذه الجهود من خلال دور الميدان وقف هذا العدوان بوصولا في الأيام القادمة إلى تنفيذ وجدولة برنامج كسر الحصار عن شعبنا الفلسطيني. وبالمناسبة المقاومة أكدت أن كسر الحصار هو المحدد الرئيس لاستمرار فرص الهدوء ونجاحها مستقبلا. سيد مصعب، هل هناك من جهود بذلتها السلطة لإيقاف العدوان؟ كان هناك موقف مثمن لبعض القيادات من حركة فتح، يعني شاركت شعبنا ولو بالموقف المعنوي والموقف السياسي. أيضا سمعنا عن محاولات في تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة لإدانة هذا العدوان وطلب محاكمة قادة الكيان، نثمن هذه المواقف، لكن المطلوب من السلطة الفلسطينية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الوطني أن يكون هناك وقفة مع شعبنا المتضرر ووقفة مع أهالي الشهداء. يجب أن تعيد السلطة صياغة موقفها وإعادة قراءة لسلوكها الاجتماعي مع أبناء الشعب الفلسطيني ومع الحواضن الشعبية المقاومة. نتحدث هنا عن إعادة حقوق الشهداء والأسرى والجرحى التي تم قطعها ظلما وجورا. نحن كل موقف سياسي يظهر فيه دعم وإسناد للمقاومة ولشعبنا نثمنه، لكن في المقابل السلطة بما أنها الراعي الرسمي لهذا الشعب ويتحمل مسؤولية كحكومة وكسلطة يجب أن تقف عند هذه المسؤوليات، ويجب أن يكون هذا الموقف أكثر تطورا. برأيك سيد مصعب، برأيك هل هذه الهدنة من الممكن أن يكتب لها الصمود في ظل الواقع الحالي ويعني الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني؟ نعم، ظل دعم الاحتلال الإسرائيلي بالإمكانات اللوجستية وبالقرار السياسي والانحياز من الولايات المتحدة ومن محور التطبيع ومن قوى الشرف في العالم للرواية الصهيونية، يجب أن يكون هناك دعم لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني ودعم للمقاومة الفلسطينية على المستوى المعنوي وعلى المستوى السياسي، وهذا واجب شرعي وأخلاقي ووطني وقومي أيضا وعروبي. يجب أن يكون هناك إسناد، لأن المقاومة هي الجدار الأخير لمشروع نهضة الأمة. اليوم كل دعاة التطبيع يحاولوا أن يمرروا مشروعهم على تحت مبرر أن الأمة في ضعف وفي وهن وفي تراجع، ولا طاقة لها بإسرائيل بالاحتلال ولا طاقة لها بمخططات الولايات المتحدة. المقاومة تثبت عكس ذلك. نحن بإمكاناتنا المتواضعة
نضرب عمق هذا الكيان ونؤذيه ونؤلمه ونجعل ونربك حساباته، وبالتالي نصحح وعي الأمة ونحميه أننا قادرون، وأن الوهن ليس قدر أبدي وليس قدر هذه الأمة، إنما قدرها المقاومة والعزة والكرامة، أن تحيا بكرامة وأن تقول كلمتها وأن تحافظ على أرضها وعلى حقها وأن تواجه الاستعمار والاحتلال. شكرا لك سيد مصعب الإبراهيم المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.